المسلسلات اللي عاملة حالة يعني من الجمال والمشاعر كده الحلوة جدا عند الناس كلها، والناس كلها مشدودة لها، والناس كلها بتتكلم عنها السنة دي في رمضان، هو مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي. الحقيقة انه بيناقش قضية مهمة جدا جدا، الناس كلها مشدودة بتتفرج من بداية العرض، وهو ابتدى في النص الثاني من رمضان والناس كلها قاعدة وبتتفرج. من الأدوار المنورة جدا في المسلسل شخصية سناء أخت نجمة منى زكي، واللي بتقدمها لنا الفنانة الجميلة مها نصار، وبتلعب دور مهم جدا في الأحداث، وبنشوف دعمها لأختها وإزاي قدرت إنها تقدم الدور ده ببراعة كبيرة. الحقيقة كمان موجودة في دراما رمضان السنة دي في سوق الكانتو وكمان في ضرب النار. دلوقتي معانا على التليفون الفنانة مها نصار، أهلا بيكي وكل سنة وأنتي طيبة وألف أهلا مبروك بيكي، أعمالك كل في سنة رمضان. وأنتي طيبة وكل المشاهدين طيبين وبألف خير يا رب. ميرسي جدا. عاملة حالة يعني رائعة من المشاعر كده والدعم اللي احنا شايفينه، ويمكن الحاجات الإنسانية دي بتأثر في الناس بشكل كبير. أنا هنا بتكلم على تحت الوصاية مع الفنانة منى زكي، والدور قوي جدا، والحقيقة إن أنت مقدماه بشكل تلقائي وطبيعي قوي. الحمد لله الحمد لله، أنا اتشرفت جدا بالشغل مع منى زكي النجمة الكبيرة منى زكي، واتشرفت جدا بالشغل مع أستاذ محمد شاكر خضير ومع كل الكرو والكاست الكبير اللي في المسلسل. احكي لنا بقى عن ترشيحك للدور جه ازاي، واول ما قريتي الورق كنت شايفه ان الدور ده هيمشي ازاي؟ رد فعلك كان عليه عامل ازاي؟ القضيه اللي بيناقشها المسلسل وهي قضيه مش سهله. بصي انا الاول معلش بقى اعذريني عشان عندي برد، الف سلامه عليك. الله يسلمك. بس انا هقول لك على حاجه، انا ترشيحي جه من استاذ محمد شاكر خضير، كلمني المنتج الفني هاني عبد الله وقال لي انا احنا عايزينك معانا في مسلسل تحت الوصايه، واستاذ محمد شاكر مرشحك وعايزك. قلت له انا معاك، وانا ما كنتش اعرف الموضوع ايه كويس، وقال لي منى زكي. بس انا كان نفسي طول عمري اشتغل مع استاذ محمد شاكر خضير ومنى زكي، فانا وافقت من غير ما اقرا، ما اعرفش الموضوع ايه كويس. لما قريت الموضوع حبيت جدا، حبيت المسلسل جدا، لان المسلسل فيه بيناقش قضيه مهمه قوي. يعني كلنا تقريبا، او انا كان بالنسبه لي القضيه دي مفاجاه بالنسبه لي، ما كنتش اعرف عنها حاجه. فابتديت اقرا عن الموضوع وعن القوانين اللي في الوصايه بتاعه الاطفال. فلا الموضوع مهم جدا. وبعد كده مشاهدك وردود افعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهدك، والمشهد اللي كنت فيه بتتخانقي مع جوزك عشان تسلم منى زكي لاخو جوزها، ومشاهد عامله يعني حاله من الترند كده بين الناس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس بتتكلم عن الدور وادائك للدور. انت كنت متخيله انه ده هيحصل مع بدايه المسلسل؟ احنا لسه يمكن يعني كام حلقه من المسلسل. بصي انا كنت متخيله ان تحت الوصايه الناس هتحبه جدا من واحنا بنصور، قلت لهم المسلسل ده هينجح جدا احساسي كويس. لكن ردود الافعال الكبيره دي لا، كانت كبيره بصراحه. يعني حتى على دور سناء ده، اصل سناء شخصيه حقيقيه، يعني بنت اعتقد جدعه. انه ده الفارق في تحت الوصايه، الناس حاسه انه بيقدم واقع وشخصيات حقيقيه، مش بالظبط حاسين ان احنا شخصيات بنتفرج على حقيقيه. مسلسل. انت حاسه ان الشخصيات دي انت تعرفيها وقابلتيها قبل كده كويس. فسناء شخصيه بنت جدعه طول الوقت دافع، وطول الوقت في ظهر اختها، ظهر وسند ليها، ومين ما يحبش ان يبقى في حياته حد زي سناء طبعا. كويس، حد يبقى موافق على مصدق اللي انت القضيه بتاعتك، هو مصدق فيها، هو في ظهرك طول الوقت، خايف عليكي، بيحبك. لا طبعا كلنا نحب شخصيه زي دي تبقى في حياتنا. كنت بتقولي انه كنت عايز تشتغلي مع المخرج محمد شاكر خضير، اكتر حاجه جدا كان بيقولها لك ايه في الكواليس؟ استاذ محمد شاكر مخرج مختلف. يعني انا بعد فتره من الشغل معاه، هو مركز جدا في الشغل، جدا في الشخصيات، هو شايف، عنده رؤيه احنا بنشتغل ومش فاهمين. هو برضو هو ليه رؤية خاصة
كويس، هو شايف المسلسل كله على بعضه بعد ما يخلص، انت بتبقي برضو مركزه في دورك وشخصيتك. بعد فتره انا اللي قلت له بقى، قلت له استاذ محمد احنا انا مش حاسه ان انا بمثل. يعني انا لفت نظري الموضوع كذا مره كويس، ان قد ايه انا حاسه ان انا مرتاحه اخد نفس عميق كده وبمثل، عارفه الاحساس ده؟ فلا الشغل معاه مريح جدا وحبيت الشغل معاه جدا، وحقيقي هو مخرج مختلف، وحقيقي مخرج عنده رؤيه خاصه بيه هو، وحقيقي ليه طعم الشغل معاه، ليه طعم مختلف. أنا كمان عايزة أبارك لك على ضرب نار، وعاملة دور سحر صاحبة مهرة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولسه كان في مشهد خيانة امبارح تقريبا وخناقة مشتعلة. أنت مقدمة أدوار كلها ملهاش دعوة ببعض، وأعتقد إن ده مش سهل في موسم واحد يعني. ده حقيقي. بصي أنا حبيت الشغل مع ياسمين عبد العزيز جدا، يعني هي شخصية مرحة مركزة في شغلها جدا، دقيقة جدا كويس في الشغل، عايزة تقدم أفضل حاجة للجمهور، بتحب زمايلها جدا، عايزة كل الناس تطلع في أحسن حالاتها. فأنا كنت محظوظة حقيقي إن أنا شغلي كله معاها، فدي تجربة بالنسبة لي ممتعة. وكمان سوق الكانتو البنت بقى واكيد المصرية، الخناقة اللي حصلت بيني وبينها دي اكيد مش بس أكيد الناس بعد شالت منك الخناقة دي جامد. يعني احنا خلصنا خلاص الشغل، وقعدت اضحك انا وهي وحضنا بعض اليوم ده، يعني ده لكن حقيقي. بتشوفي جمهور السوشيال كويس. ميديا بيبقى متفاعل ازاي مع الموضوع، وبنبتدي ايوه نلاقي انا قريت ترندات. حاجة برضه ده حقيقي، بس لا المشهد ده تحديدا انا وياسمين حضنا بعض بعد المشهد ده، والتفاعل ده عامه بيبقى من حب الناس في المسلسل وحب الناس في الشخصيات، ده ومن كتر حقيقي ما هم ده مصدقين حقيقي يعني. ده حقيقي. طيب كمان سوق الكانتو مقدمه البنت المصريه بقى الـ الـ يعني من الـ 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 يعني الـ 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 البنت المصريه التقليديه شفناها في سوق الكانتو، قريبه الفنان امير كراره، وعامله برضو شخصيه مختلفه. ده حقيقي، بس عايزه اقول لك على حاجه، هو سوق الكانتو متعبة جدا بالنسبة لي، مرهقة، لأن أنت بتجيبي كلام قديم ما بقاش موجود دلوقتي كويس، وبتشتغلي عليه، وبتشتغلي على بنت لازم تبقى مختلفة عن الزمن اللي احنا فيه، لأن ده زمن من 100 وحاجة سنة. بترجعي لمين عشان تقدري توصلي للزمن للأداء ده؟ لورا قوي، فعندك حاجات كتير قوي ما كانتش موجودة، ولا وسائل اتصال، ولا فالناس كانت اكتر هدوء. يعني عصر مش سريع، فعشان تجيبي العصر اللي مش سريع ده بيبقى عايز محتاج تركيز كبير قوي. وانا كنت بقولك بترجعي ازاي او بترجعي لمين عشان توصلي للاداء من عصور مختلفه ما شفناهاش، ايه ادواتك في ده؟ انا السؤال ده اتسالته كتير جدا. بصي انا بقرا عن الزمن وبتخيل، يعني ببتدي اشتغل على ان الزمن ده ما كانش فيه اي حاجه من زماننا، فبتبتدي ترجعي بقى بخيالك، لازم خيالك يبقى وقرايتك وشغلك وفرجتك، كل الحاجات دي بتبتدي تجمعيها وتعملي حاجه ليكي انت خاصه هتحسيها. انا حسيت فاطمه انها هتبقى كده بالصوره اللي احنا شفناها في سوق الكاميرا بالصوره دي. انا ببارك لك يعني ان شاء الله مزيد من النجاح والتالق، ويعني كل النجاح في باقي الحلقات اللي موجوده في مرسي رمضان. جدا، شكرا مرسي جزيلا جدا، والف سلامه مرسي عليك. شكرا، مرسي مرسي خالص، نورتينا واسعدتينا. شكرا. الفنانه الجميله مها نصار، شكرا جزيلا على وجودك معانا.